ليش ما كسرتها وزنة دول؟ أنا مع المصلحة الوطنية. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في عناوين المسائية. اقتراح القانون هو يعني الباب الأقصر إلى عودة التعصب إلى البلد. توافق بين مكونات 14 من آذار والحزب الاشتراكي حول القانون الانتخابي المختلط. مجرد البحث بقانون مختلط لا اصلا ما بيعطي الحقوق اللي نحن عم نطالب فيها. وعون يؤكد ان الارثوذكسي هو القانون الرقم 1 والبند الوحيد في جلسة الغد. اوباما يؤكد الا مستقبل لبشار الاسد ونظامه في سوريا، وكاميرون يعلن مضاعفة المساعدات للمعارضة. اهلا بكم. الاتفاق على القانون الانتخابي المختلط بين قوى 14 من أذار والحزب التقدمي الاشتراكي عشية الجلسة النيابية العامة لبحث اقتراح القانون الأرثوذكسي يضع حدا لمحاولات ضرب أسس العيش المشترك في لبنان وتفتيت الوطن وإعادته إلى عصر الانحطاط والفصل المذهبي والطائفي. الاتفاق الذي بات على قاب قوسين أو أدنى من الإعلان سبقته حركة اتصالات ومشاورات تنقلت بين بيت الوسط والصيفي ومعراب وكليمونسو. التوافق سبقه إعلان جبهة النضال الوطني مقاطعة جلسة التشريع غدا، وكذلك أعلنت كتلة المستقبل النيابية أنها لن تشارك في جلسة لإقرار قانون تفتيت لبنان الذي لا تعتمده أكثر الدول عنصرية لا في الشرق ولا في الغرب. وأكدت مصادر سياسية متابعة أن البحث يتركز على صيغة للتعاطي مع جلسة الغد على المستويين القانوني والسياسي، وإلى جانب التعاطي مع الجلسات النيابية الأخرى في حال حصولها. إذن كتلة المستقبل النيابية جددت رفضها القانون الأرثوذكسي داعية نواب الأمة إلى عدم المشاركة في جلسة التوقيع على اغتيال لبنان. كتلة المستقبل وبعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أكدت دعمها لتوجهات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، واعتبرت أنه لا يمكن أن تستمر البلاد بهذه الحالة الراهنة. أكدت كتلة المستقبل النيابية أنها لن تشارك في جلسة لإقرار قانون تفتيت لبنان وإعادته إلى عصر الانحطاط والفصل المذهبي والطائفي الذي لا تعتمده أكثر الدول عنصرية لا في الشرق ولا في الغرب. ودعت الكتلة نواب الأمة إلى عدم المشاركة في جلسة التوقيع على اغتيال لبنان وقتل عيشه المشترك. ترفض كتلة المستقبل وتدين بشدة الإدارة الانفرادية الخارجة عن الأصول والنظام الداخلي لمجلس النواب التي يعتمدها تكرارا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وخصوصا ما يتعلق بتحديد جدول الأعمال وإدارة جلسات مجلس النواب. إن الجلسة النيابية العامة التي دعا إليها الرئيس بري يوم غد الأربعاء تمت بطريقة مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي تهدد بتوسيع وتعميق الشرخ الحاصل في البلاد بسبب استمرار انقلاب حزب الله واستخدام نفوذ سلاحه في لبنان. كما أن الإصرار على طرح مشروع ما سمي باللقاء الأرثوذكسي كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة ومن دون الإفساح في المجال لمناقشة مشاريع أخرى من شأنه إفساح المجال لضرب أسس لبنان القائمة على العيش المشترك والتنكر لاتفاق الطائف وإفساح المجال أمام ارتكاب جريمة لا تغتفر بحق الوطن وتماسك شعبه ووحدته الوطنية. كتلة المستقبل النيابية رفضت كل أساليب التهديد ومحاولات الترهيب والابتزاز المتعمدة من قبل حزب الله وأعوانه تجاه الرئيس المكلف تمام سلام، إن كان ذلك عبر بعض وسائل الإعلام التي تحولت إلى وسائل ترهيب علنية أو عبر المواقف السياسية المباشرة المتوعدة بما يقود النظام الديمقراطي اللبناني القائم على الحرية واحترام الآخر ويحوله إلى نظام خوف وتهديد وتسلط. إن محاولات تعطيل تشكيل حكومة من غير المرشحين للانتخابات تتولى الإشراف عليها حسب ما يجب أن يسعى إليه الرئيس المكلف مسألة بالغة الخطورة، فحزب الولي الفقيه يريد المشاركة في الحكومة مع أعوانه ويتوزع الحقائب الوزارية ويحولها إلى إقطاعات طائفية
وفي الوقت عينه يتولى تصدير السلاح والمسلحين وكذلك استقبال السلاح إلى لبنان، هذا السلاح الكاسر للدولة وهيبتها والانخراط في حروب المنطقة، ويقرر بالتالي الحرب والسلم والغزو دون استشارة أحد ومن دون التوقف أمام إرادة لبنان واللبنانيين. الكتلة توقفت أمام الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الخميس الماضي، والذي أعلن فيه عمليا تحول حزب الله من مقولة مواجهة العدو الإسرائيلي إلى قوة مقاتلة جوال غب الطلب الإيراني تخوله الانخراط في الحروب والأزمات في المنطقة، بما يزيد من توريط لبنان واللبنانيين في أزمات لا تنتهي وفي مخاطر كبيرة وخطيرة. إن السيد نصر الله وعبر كلامه يذهب إلى تمزيق فكرة لبنان الوطن، ويصادر المؤسسات الدستورية ودور لبنان الرسالة في المنطقة والعالم، ينتقل إلى فكرة لبنان الثكنة والساحة الإيرانية المفتوحة، وانطلاقا من ذلك فقد أتت مواقفه إزاء القضايا الداخلية المتصلة بلبنان تتمة لهذا الانخراط الكبير والمفصلي في الصراع الدائر في سوريا، بما يناقض مصالح لبنان ويقامر بتدميره. كتلة المستقبل استنكرت باسم الرئيس سعد الحريري ونوابها وباسم تيار المستقبل التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بلدة الريحانية التركية، وهي تدعو إلى الكشف عن المتسببين والمنفذين ومحاسبتهم، تتوجه بالتعزية الحارة إلى الشعب التركي والحكومة التركية والمسؤولين الأتراك. كما تعتبر الكتلة أن من قام بهذا العمل الجبان والمجرم إنما يهدف إلى إشعال المنطقة برمتها وإدخالها في آتون لن تكون بعده إمكانية للاستقرار والانتظام. موضوع قانون الانتخاب كان مدار بحث بين منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وعضو كتلة المستقبل النيابية النائب أحمد فتفت ومستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح في بيت الكتائب المركزي في الصيفي. وزار الصيفي أيضا مساء الوزير جبران باسيل، حيث التقى الرئيس أمين الجميل بعدما زار باسيل ليلة أمس معرب. أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون أن القانون الأرثوذكسي هو القانون الرقم واحد الذي باركه البطريرك ووافقت عليه الأحزاب المسيحية لأنه يرجع للمسيحيين حقوقهم. ورأى بعد اجتماع التكتل الأسبوعي أن أي قانون غيره سيؤدي إلى تنازل مسيحي مهم، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس النيابي غدا يدرس قانون اللقاء الأرثوذكسي كبند وحيد بعد عدم الاتفاق على أي قانون آخر. بدنا القانون. مجرد البحث بقانون مختلط لا اصلا ما بيعطي الحقوق اللي نحن عم نطالب فيها. بعد عندنا ال 24 ساعة نتأمل انه كل اللي نحن حكينا نحن وياهم وصلنا للموافقة على قانون انه يضلوا على موقفهم كما كان، وما حدا يفتش على حل جانبي أو ثنائي، وسيكون لنا موقف آخر من كل الفرقاء بعد التصويت، يما منرجع مثل ما كنا يما الموت ولا كده. في وزارة الداخلية وفد من الحزب الاشتراكي يبحث الوضع الانتخابي، وشهيب يؤكد مقاطعة جبهة النضال الوطني لجلسة الأربعاء، وأبو فعور من السراي الحكومي يعتبر الأرثوذكسي تهديدا للوحدة الوطنية. قانون الانتخاب بضوء جلسة الأربعاء النيابية حضر على طاولة البحث بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي. استمع من شربل لأكثر من تصور حول قوانين انتخابات قيد الدرس. بعد اللقاء أكد النائب أكرم شهيب مقاطعة نواب جبهة النضال الوطني الجلسة. نعتبر أن هذا القانون أو هذا المشروع القانون اقتراح القانون هو يعني الباب الأقصر إلى عودة التعصب إلى البلد وإلغاء الاعتدال في البلد وضرب الحياة السياسية لصالح يعني واقع جديد لا نريد أن نعود له. جلسة الغد حسب جدول الأعمال فيها بند واحد اقتراح الأرثوذكسي، أعلننا موقفنا قبل اليوم واليوم نؤكد أننا لن نحضر هذه الجلسة. نعتمد على ميثاقية الرئيس بري وعلى موقفه ووعوده التي يعني نرى به
يعني الموقف الذي ينقذ البلد في مثل هكذا صعوبة. ومن السراي الحكومي أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور أن الجلسة النيابية الأربعاء هي أكثر من مخاطرة، بل هي تهديد جدي للوحدة الوطنية. وتمنى أبو فعور على من يلوح بالقانون المسمى أرثوذكسي أن يدرك حجم هذا التهديد. تلقى النائب ميشيل فرعون اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الحريري في إطار سلسلة الاتصالات التي يقوم بها مع قيادات فريق 14 من أذار من أجل تنسيق المواقف قبيل الجلسة النيابية غدا. وتطرق البحث إلى قضايا سياسية عدة في طليعتها موضوع قانون الانتخاب. على خط موازن، أعلن النائب بطرس حرب بعد اجتماع للنواب والشخصيات المستقلة في مركز حزب الوطنيين الأحرار، أعلن أن التشاور مستمر مع الحلفاء لبلورة الموقف بشأن المشاركة في جلسة الغد أو عدم المشاركة. موضوع إقرار قانون انتخابي جديد وموضوع تشكيل الحكومة كان محور بحث على طاولة النواب المستقلين الذين حملوا رئيس مجلس النواب مسؤولية مخالفة النظام الداخلي لجهة حصر الجلسة العامة فقط بإقرار القانون الأرثوذكسي، وطالب المجتمعون بتوسيع جدول أعمال الجلسة. يعلنون استغرابهم لمحتوى جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الأربعاء المقبل أي غدا، وحصره في مناقشة اقتراح اللقاء الأرثوذكسي فقط، ويطالبون رئيس المجلس الذي تجاوز في موقفه إرادة أكثرية أعضاء المكتب المجلس في فرض جدول أعمال الجلسة خلافا للنظام الداخلي ودون موافقة هذا المكتب بإعادة النظر في موقفه وتوزيع كل المشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات على السادة النواب، بحيث يتسنى للهيئة العامة مناقشة هذه المشاريع بتأميمها. المجتمعون أعلنوا رفضهم لفرض الواقع السياسي بقوة السلاح وتهويل قوى الثامن من أذار لعرقلة تشكيل الحكومة. في موضوع الحكومة، يعلن المجتمعون رفضهم لمحاولة قوة ثامن أذار الرامية إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة قادرة على إعادة مسار الحكم إلى الطريق الصحيح ووضع حد للمخالفات الفاضحة للدستور والقانون. واستغرب النواب المستقلون أعلان حزب الله مشاركته في الصراع السوري ودعوه إلى سحب مقاتليه من سوريا وعدم توريط لبنان في الصراعات الإقليمية. الرئيس المكلف تمام سلام يزور بعبدة ويعطي مزيدا من الوقت للمشاورات والاتصالات الجارية من أجل الإعلان عن تشكيل الحكومة عقب جلسات مجلس النواب. يحرص الرئيس المكلف تمام سلام على إعطاء مزيد من الوقت واستمهال جميع الأفرقاء السياسيين قبل أن يعمد إلى إعلان تشكيلة الحكومة، وهذا ما يفضله أيضا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي اجتمع مع سلام في بعبدة، والذي وضعه في أجواء المشاورات والاتصالات التي يجريها والتي كان آخرها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى الأجواء السائدة عشية الجلسات النيابية لإقرار قانون جديد للانتخابات. وقد أكدت مصادر مطلعة لتلفزيون مستقبل أن الرئيس سلام لن يشارك في الجلسة العامة، وأنه وضع تشكيلة حكومية من 24 وزيرا وفق مبدأ 8-8-8، وقد يجري الإعلان عنها عقب جلسات مجلس النواب لأنه يشدد على أن المهلة الزمنية ليست مفتوحة لوقت طويل. وأشارت المصادر أيضا إلى أن شبكة الاتصالات لا تزال مفتوحة في كل الاتجاهات من أجل معالجة الأمور التي لن تصل برأيها إلى الحائط المسدود، إذ أن مبدأ المداورة أصبح مقبولا من قبل الكثير من الأطراف، فيما تتجه عقدة الثلث المعطل إلى الحلحلة. ومن المتوقع بحسب المصادر أن تتبلور صياغ ما خلال جلسات مجلس النواب بخصوص قانون الانتخاب، تنطلق من البحث في القانون الأرثوذكسي، قد تشكل نقطة انطلاق للتوصل إلى صيغة قانون انتخاب يوافق عليه الجميع ويمكن من خلاله إيجاد تسوية ممكنة ستؤثر بدورها على عملية تشكيل الحكومة. تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، اعتصام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في حديقة سمير قصير رفضا للتمديد للمجلس. تقرير ناهد يوسف. في 20 حزيران القادم تنتهي الوكالة التي أعطاها الشعب للنواب، وعندها ينتخب الشعب من يمثله لاحقا عبر ممارسة حقه الانتخابي، إلا أن النوايا المبيتة تشير إلى أن لا انتخابات في حزيران ولا ممثلون جدد،
وعليه تنظم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات اعتصاما الأربعاء في 11 صباحا في حديقة سمير قصير، رفضا للقانون الحالي والأرثوذكسي ورفضا للتمديد للمجلس النيابي، وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الانتخاب. ومن أجل وضع النقاط على الحروف وكشف المستور جاء عنوان الاعتصام تمن حاسب الأحزاب عنية بدنا الجلسة تكون علنية. التمديد هو إلغاء لأهم مبدأ بالديمقراطية يلي نحن عنا موقف قوي منه. أضف لهيدا أنه كان في خطوات مفتعلة أو خطوات مدروسة إذا بدي أقول هيك من الحكومة وصولا للمجلس النيابي لحتى ما يطلع قانون واضح، لحتى يصير في ضياع عند الرأي العام عند المرشح وعند الناخب. وما معقول أنه نحن نقبل بهالفكرة هيدي أنه إذا تقاعست هالجهات المسؤولة عن أداء دورة من كفية بالتمديد لها لفترة بدون ما تكون فيها شروط. نحن ما بدنا نحكم عن نية اللي موجودين جوا، بدنا جلسة تكون علنية. إذا بدي يطلع قرار من المجلس بكرة بالتمديد بدنا نعرف كيف كل هالقوى مع التأكيد تبعها العلني أنه هي ضد التمديد كيف بيطلع قانون للتمديد من داخل هالمجلس هيدا. الأحزاب اللبنانية لم تغب عن الجمعية التي خصتها بشعاراتها، لأن كلنا أمل، لأن الإصلاح غايتنا، لأن الحقيقة مطلبنا، لأن الشجاعة ميزتنا، لأن الثبات موقفنا، لأن الصراحة لغتنا، لأن المواجهة أسلوبنا، ولأن الشفافية تقدم. بدنا الجلسة تكون علنية. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. مواجهات عنيفة في فرع المخابرات الجوية في العاصمة دمشق. كيلو يكشف أن جهة تحركها المخابرات الجوية خطفت مطراني حلب. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. توافق بين مكونات 14 من أذار والحزب الاشتراكي حول القانون الانتخابي المختلط. عون يؤكد أن الأرثوذكسي هو القانون الرقم 1 والبند الوحيد في جلسة الغد. سلام يزور بعبدة ويعطي مزيدا من الوقت للمشاورات من أجل إعلان تشكيل الحكومة عقب جلسات مجلس النواب. قتل أكثر من 40 شخصا بنيران كتائب الأسد في وقت شكل فرع المخابرات الجوية في ريف دمشق، إضافة إلى مطار مينغ العسكري ومحيط فرع الاستخبارات في حلب، شكل تقاطعا محوريا في المواجهات. وكانت كتائب النظام قصفت بالطيران والمدفعية مدينة الرستن وأحياء الحميدية وتلبيسة وحمص القديمة والقصير، والثوار يعلنون استهداف مجموعة مقاتلة من حزب الله. لم يمنع القصف الجوي والبري العنيف لكتائب النظام الجيش الحر من تحقيق إنجازات ميدانية في أكثر من محور. فرع المخابرات الجوية في منطقة سبينة بريف دمشق شكل نقطة محورية تمكن فيها عناصر الجيش الحر من اغتنام دبابة. كذلك تجددت المعارك في منطقة القلمون ودرية، حيث عزز الجيش الأسدي مواقعه بالمزيد من الدبابات، فيما طاول قصف الطيران ورجمات الصواريخ والمدفعية غالبية بلدات وأحياء الريف الدمشقي. وفيما كانت أحياء عدة من العاصمة السورية تتعرض لقصف برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، تصدى الجيش الحر لمحاولة كتائب الأسد اقتحام حي برزة واستهدف تجمعا للشبيحة بالقرب من مدخل حي مخيم اليرموك. الأجواء العنيفة انسحبت على محافظة حمص وريفها، حيث تركز القصف الطيران الحربي والمدفعية على مدينة الرستن وأحياء الحميدية وتلبيسة وحمص القديمة والقصير، حيث أعلن الثوار عن استهداف مجموعة مقاتلة من مسلحي حزب الله ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. في حلب اشتبك الجيش الحر مع قوات النظام داخل مطار مينغ العسكري وفي محيط فرع الاستخبارات وفي حي الإذاعة، كما دك الثوار مطار حلب الدولي وسط قصف عنيف تتعرض له أحياء المحافظة. وفي ريف حلب قصفت كتائب الأسد من الطيران الحربي بالقنابل الفراغية مدينة حلفاية، فيما سجلت مواجهات في محيط الكرك الشرقي في ريف درعا.
مدينة محسن في ريف دير الزور تعرضت بدورها لقصف جوي فيما استهدفت مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة مدينة الطبقة ومنطقة سد الفرات في ريف الرقة ومصيف سلمى في ريف اللاذقية في وقت اندلعت اشتباكات متقطعة بين الثوار والشبيحة حول مطار دير الزور العسكري. اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن دور إيران وحزب الله والقاعدة في سوريا يزيد من تعقيدات الأزمة. أوباما وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في واشنطن أكد أن لا مستقبل لبشار الأسد ولنظامه في سوريا، جازما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستزيد الضغط من أجل مساعدة الشعب السوري ودعم ما وصفها بالمعارضة المعتدلة. من جهته اعتبر كاميرون أن لا مصلحة لأحد في رؤية انتشار المتطرفين في سوريا أو في استخدام الأسلحة الكيميائية، كما أعلن مضاعفة المساعدات غير المميتة لمقاتلي المعارضة. كشف المعارض السوري ميشيل كيلو أن جهة تقف وراءها المخابرات الجوية هي التي خطفت المطرانين يوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس وبولس يازجي مطران حلب للروم الأرثوذكس في أواخر نيسان في كفر داعل القريبة إلى حلب. أضاف كيلو في لقاء تلفزيوني أنه مع انكشاف أمر تلك الجهة سلمت المطرانين أي هذه الجهة إلى أحد الفروع الجوية والذي يبعد 10 كيلومترات بهدف إخفاء هذه المسألة. اللي خطف المطرانين جهة تقف وراء مخابرات القوى الجوية، وعندما افتضح الأمر وانكشف سلمتهم لفرع من فروعها على بعد 10 كيلومتر منا من أجل إخفاء المسألة وتبرئة نفسها من الموضوع. إساتهم عند نفس الجهة اللي بتشتغل مع مخابرات القوى الجوية. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. هيئة التنسيق النقابية تعود إلى الشارع. وفي الرياضة مانشستر سيتي يستغني عن مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني. أهلا بكم من جديد. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن معمل دير عمار انفصل عن الشبكة الكهربائية العامة بعد الظهر بفعل سوء الأحوال الجوية في شمال لبنان، ما أدى لانفصال كامل مجموعات الإنتاج في سائر المعامل عن الشبكة، وبالتالي انقطع التيار الكهربائي عن جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية. وتعمل الفرق الفنية حاليا على إعادة ربط المجموعات تدريجيا بالشبكة وبالتالي إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى جميع المناطق اللبنانية. للمرة الأولى سقطت 3 صواريخ في تلال بلدة القاع اليوم مصدرها الأراضي السورية الحدودية. الجيش اللبناني أوقف شخصين من التبعية السورية صودف وجودهما في المكان على متن دراجة نارية أقتدهما إلى التحقيق في ثكنة أبلح. حذر المساعد الخاص للرئيس الأمريكي فيليب جوردون من استدراج لبنان إلى قلب الصراع السوري. وفي مستهل زيارة إلى الشرق الأوسط أعرب جوردون عن قلق الولايات المتحدة الشديد حول الوضع في سوريا، كما أدان القصف المتواصل من سوريا للأراضي اللبنانية. محذرا من استدراج لبنان إلى الصراع في سوريا ومدينا تورط حزب الله في القتال إلى جانب النظام، استهل المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج فيليب جوردون جولته في لبنان، حيث بحث مع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان التطورات في سوريا والوضع السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان. جوردون الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها أعلن عن دعم مالي إضافي قدره 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين السوريين، إضافة إلى مبلغ 36 مليون دولار المعلن عنه. جولة جوردون شملت أيضا المصيدبة حيث التقى الرئيس المكلف تمام سلام وتم البحث في الأوضاع الداخلية، وكذلك زار عين التين حيث كان في استقباله الرئيس نبيه بري، كما استعرض مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط في كليمنسو التطورات في لبنان ومنها موضوع النازحين السوريين. جوردون الذي زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة 14 من أذر التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي وجرى تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وبرنامج المساعدات الأمريكية المقررة للجيش اللبناني. التقى نواب حزب الكتائب كتلة الوفاء للمقاومة من أجل شرح اقتراحهم المتعلق بتحييد لبنان عن الصراع في سوريا. وبعد اللقاء أشار النائب نواف الموسوي إلى أن كتلته اشترطت تحديد ماهية التهديدات التي يواجهها لبنان قبل مناقشة كيفية مواجهة هذه التهديدات. في إطار جولتهم على الأطراف السياسية لشرح اقتراحهم المتعلق بحياد لبنان وتحييده عن الصراع في سوريا، التقى نواب حزب الكتائب كتلة الوفاء للمقاومة
في مكتب النائب محمد رعد في مجلس النواب في لقاء دام ساعة ونيف. ومجرد انه النقاش انفتح وسمعنا الملاحظات من بعضنا هو شغلة ايجابية لازم نحتذي فيها كلنا كلبنانيين. نحن نتأمل انه هذا الموضوع يصير كرة ثلج وتدخل بالنفوس اللبنانية تصير بالاخر من مسلمات هذا الوطن ومسلمات كل اللبنانيين. الاختلاف يعالج من خلال الحوار المستمر والدائم توصلا إلى قواسم مشتركة. الموسوي أشار إلى أن كتلته اشترطت تحديد ماهية التهديدات التي يواجهها لبنان أولا، وعندها يمكن تحديد كيفية مواجهتها. رفضا للتعصب الطائفي والمذهبي وتمسكا بالوحدة الوطنية الداخلية، عقد عضو الهيئة العامة لحركة قرار بعلبك الهرمل علي صبر حمادي مؤتمرا صحفيا دان فيه انخراط حزب الله في الصراع السوري الذي يورط لبنان واللبنانيين في حروب مذهبية لا علاقة لهم بها. من هم هؤلاء الذين يستغفلوننا ويأخذوننا ويأخذون وطننا إلى جحيم الحروب وفقدان الأمان؟ من هم هؤلاء الذين يدعون النأي بالنفس فيذهبون للقتال في سوريا دون أي اعتبار لما سيجلب ذلك على وطننا من ويلات؟ إننا نعتبر أي تدخل في الصراع في سوريا مهما كان تبريره هو خيانة عظمى وجريمة كبرى في حق وطننا وشعبنا. لذلك يجب إدانة هذا التدخل من أي طرف كان وأي كلام عن أن ما يحصل هو قتال شيعي ضد تكفيريين أو قتال سني ضد الفرس هو كلام باطل يخفي خلفه مشاريع مشبوهة تحركها المصالح ولا تخدم إلا العدو الإسرائيلي. هيئة التنسيق النقابية تعود إلى الشارع من جديد بعد شهر ونصف على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب للمجلس النيابي. تقرير سلمان العنداري. بعد مضي أكثر من شهر ونصف على إقرار مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، لا تزال الأمور على حالها. هيئة التنسيق عادت إلى الاجتماع من جديد لتعلن عدم المساومة على أي تعديل يطرأ على مشروع قانون السلسلة. والقرار تصعيد جديد في الأيام القليلة المقبلة، يبدأ بعقد جمعيات عمومية لمندوبي الهيئة في كافة المحافظات ولا ينتهي باعتصامات أمام وزارة المال. يتفضل معالي الوزير المالي يشرح للناس كيف مشروع قرار مشروع وزراء بده يقعد عنده 50 يوم. مش شو يعني بعد السلسلة بأدراج عم تروح وتجي بين أدراج المالية ورئيس الحكومة؟ هم يتحملون مسؤولية السلبية اللي احنا رايحين عليها. نحن إيجابيين إلى أقصى الإيجابية، ولو منا إيجابيين ما انطرنا شهر ونص. نحن هنحدد هلأ تواريخ اعتصامات حول المالية ورئيس الحكومة. وعلم تلفزيون مستقبل أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد هيئة التنسيق برد الجداول إلى وزارة المال وتصحيحها وتوقيعها تمهيدا لإحالتها على مجلس النواب في اليومين المقبلين، وإلا فإلى الشارع من جديد. تتفشى الأمراض الجلدية بين الأطفال السوريين مع ازدياد أعداد اللاجئين في لبنان، حيث بلغ أكثر من 463 ألفا حتى الآن بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقرير علاء سرحال. هذه عينة عن الأمراض الجلدية المتفشية بين السوريين في لبنان. أنهيتا طفلة الأعوام السبعة تعاني من أمراض جلدية لم تعرف أسبابها حتى الساعة. عم تروح على المدرسة؟ أي مدرسة مسجلة؟ مدرسة الحمد على الحديدة. أنهيتا شو فيها على جسمك؟ حبة. عم توجعي؟ الأب معصوم المسجل في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين التابعة للأمم المتحدة يدور من مستشفى لآخر لعلاج ابنته من دون جدوى. يقول أن الأبواب في وجهه مغلقة بسبب موقفه من النظام وتقصير المنظمة الدولية. حكوا معي مفوضية شؤون اللاجئين، قال شو الموضوع؟ قلت لهم قصة واحدة اثنين ثلاثة. قال لي روح عن مخزومة. رحت عن مخزومة، بعتوني عن مستشفى الساحل. مستشفى الساحل اول ما طلعوا على البنت
اجت نزلوا عليها ثلاث دكاتر، قال بنتك بدها دخول مستشفى الرسمي، ما لنا للطوارئ، بنتك زيت الداخلي بدنا ننزل ناظور على المعده تبعيتها. هن الاطفال ما ذنبهم باللي عم يصير، نداء اللي عنده ضمير يتطلع باطفال سوريا، اطفال سوريا عم تتقتل والعالم العربي والغربي عم يتفرج علينا. من سيء الى أسوأ احوال اللاجئين السوريين في لبنان، ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الحراره يتضاعف خطر انتشار هذه العدوى. ويبقى السؤال، متى ستتحرك المؤسسات المحلية والدولية لإيجاد حل قبل انفجار مؤكد؟ أقر مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد في طرابلس سلسلة إجراءات أمنية لحفظ الأمن في المدينة. سبل تطبيق الخطة الأمنية المنوي تنفيذها في المناطق الشمالية كافة بحثها مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد في سرايا طرابلس، وقد تم التشديد بعد اللقاء على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحؤول دون قيام المخالفات على أنواعها، وإبقاء القوى الأمنية بالجهوزية التامة للتدخل عند أي إشكال أمني، ومراجعة القضاء بكل ما يتعلق بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتشدد بها، والطلب إلى البلديات لقمع المخالفات على الأملاك العامة وتهديم الإنشاءات المقامة عليها، وطلب مؤازرة قوى الأمن عند الضرورة. هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الفرعي يوم الاثنين المقبل لمتابعة الأوضاع والتطورات. تعليقا على قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني تكليف الشيخ أحمد نصار مفتيا لصيدة، صدر عن منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب بيان استنكر هذا القرار لأنه لا يحترم رغبة الصيدويين الذين أعربوا جميعا عن رغبتهم باستمرار تكليف الشيخ سليم سوسان إلى حين إجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة. واعتبر البيان أن قرار مفتي الجمهورية الأخير يبدد الإرث الديني المجيد والوطني لدار الإفتاء في صيدا، لأنه يعبر عن سوء تقدير لأهمية تاريخ هذا الصرح الديني والوطني الذي بقي شامخا وطليعيا في مواقفه الوطنية والدينية الجامعة عند هبوب الأنواء والأزمات السياسية والاجتماعية. وطالب البيان السلطات المعنية إلغاء هذا القرار. بحثت لجنة الأشغال العامة والنقل موضوع الباخرة التركية فاطمة جول في اجتماع عقدته في المجلس النيابي بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه والبيئة جبران باسيل وناظم الخوري. وقد تولى ميقاتي والوزراء ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الرد على أسئلة النواب، على أن تتابع اللجنة تطور عمل الباخرة من الناحيتين الفنية والمالية. أقامت النائب هي الحريري حفل غداء في بيت الوسط لمناسبة يوم أوروبا بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أوهرست. تكريما لسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، أقامت النائب بهية الحريري حفل غداء في بيت الوسط بمناسبة يوم أوروبا برعاية الرئيس سعد الحريري وحضور الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكيري ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أوخارست وحشد من السفراء. الحريري تمنت على الدول الأوروبية وجامعاتها أن تلاقي مؤسسة الحريري بمبادرات من أجل تحقيق أهداف أكبر وتعزيز الشراكة والتقدم العلمي ومن أجل بناء الثقة بين مجتمعاتنا والمجتمعات الأوروبية. أننا مع الصديقة أنجلينا أوخارست وصاحبات وأصحاب السعادة من السفراء نحاول أن نمضي قدما في بناء هذه الثقة. نعم، لقد أراد رفيق الحريري أن ينشئ هذه الجسور مع الجامعات والعلوم الحديثة والشعوب الصديقة. الحريري لفتت إلى أن النهضة في أوروبا كانت ملهمة للرئيس الشهيد رفيق الحريري والسند القوي لحلمه وثقته بوطنه لبنان وبأبنائه. لمناسبة الذكرى 33 لتأسيس مؤسسة الحريري التي أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في خدمة الإنسان والتنمية، زار وفد من مدرسة الحاج بهاء الحريري ضم 33 تلميذا يرافقهم عدد من المعلمات ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، وهم يرفعون الأعلام اللبنانية حيث قرأوا الفاتحة لروحه وأنشدوا النشيد الوطني اللبناني. وألقت المعلمة رابعة دنب كلمة باسم الوفد قالت فيها: نحن هنا لإحياء المناسبة تحية للمؤسس الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولمسيرته الإنسانية والوطنية والتربوية. وقد قدم تلامذة البهاء بالمناسبة لوحات تعبيرية جسدوا خلالها الرقم 33 الذي يرمز إلى عمر المؤسسة. وقع بنك ميد والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ليا اتفاقية تعاون تهدف إلى تشجيع المبادرات الفردية وتعميم ثقافة الابتكار
وتحفيز النمو، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في أوتيل فينيسيا بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسستين. وتضم اتفاقية التعاون برنامج يويو الذي يوفر للمستهلك خيارات ملموسة ويتيح له الشراء في مؤسسات الفرنشايز المنتسبة للبرنامج بهدف تجميع النقاط وصرفها بشكل مرن كيف ومتى شاء، إضافة إلى استفادة المستهلك من الحسومات الخاصة بالمحال التجارية والمطاعم والأماكن السياحية المنتسبة إلى الجمعية والبرنامج معا. لنا بعد قليل نصل إلى آخر أخبار الرياضة مع الزميل صبحي قبلك.